اهلا وسهلا بيكم طلاب جريد 5، عاملين ايه يا شباب؟ وحشتوني، معاكم مستر فيلو ساينس. يلا بينا نبدا نكمل ليسن 4 في الكونسبت الاولاني. هيبدا يتكلم على الهيدروسفير اند البروتوسفير، تمام؟ طيب احنا المره اللي فاتت قلنا في الليسونات اللي هي ليسن 1 و2 و3 اتكلمنا على الجيوسفير والبايوسفير والاتموسفير ويا شباب الهيدروسفير. نبدا بقى نكمل وناخد التايبس اوف اكواتيك ايكو سيستم، تمام؟ الووتر ايكو سيستم also called اكواتيك ايكو سيستم، يعني بدل ما اقول الووتر ايكو سيستم هنقول اكواتيك ايكو سيستم. والاكواتيك ايكو سيستم يعني الووتر، انا عندي نوعين من الووتر، نركز في سولت ووتر ايكو سيستم وفي فريش ووتر ايكو سيستم، تمام؟ لما نيجي نتكلم على السولت ووتر ايكو سيستم، ده يعتبر ان احنا خدناه قبل كده في الليسونات اللي قبل كده يا شباب، عندي في الاوشن وعندي السي، تمام؟ طب بصوا كده، يبقى الاوشنز ار لارجست سولت ووتر ايكو سيستم، واحنا عارفين ان اكبر حاجه في السولت ووتر هي الاوشن وبعديها كمان مين؟ السي. فهي الاوشن يعتبر اكبر حاجه فين؟ في السولت ووتر ايكو سيستم، تمام؟ طيب السولت ووتر ايكو سيستم زي ما لسه قايل عندي في اوشن اند سي. طب يا ترى ايه الحاجات التانية اللي موجوده؟ بصوا بقى، هنبدا نتكلم يا شباب. عندنا اول حاجه شالو اريا، والشالو اريا دي اريا كونتين كورال ريفز اند انتر تايديال اريا او تايديال زون. خلي بالكم زون هي اريا. طب يعني ايه اصلا انتر تايديال؟ خلي بالكم بقى، الانتر تايديال زون هي عباره عن اريا لونج الكوست اللي هي على الشط، ودي يا شباب لما يكون عندي هاي تايد، يعني الووتر عالية جدا بتغطي البيتش بتغطي الكوست، وفي نفس الوقت بيحصل لها ديسابير، يعني بمعنى صح الحتة اللي هي على الشط البيتش لما يجي الووتر عليها يبقى يحصل لها ايه؟ دي اختفت. ولما يرجع ترجع تاني الووتر يعني في اللو تايد تبدأ الاريا دي يحصل لها ايه؟ ابير. اوكي كده؟ نكمل. طيب الديب اريا، كلمة ديب اريا ليها اسم تاني يا شباب بنسميها ابيسيال زون، ودي فيري فيري ديب اريا ان ذا اوشن، يعني الحته دي غويطه جدا جدا فين؟ في الاوشن. وبالتالي بما انها فيري ديب لا يمكن ان الصن لايت ريتش ذيس اريا، تمام؟ نكمل. طيب السولت ووتر ليكس، ايه السولت ووتر ليكس؟ يعني احنا قلنا قبل كده ان الليكس عباره عن ووتر وحواليها ايه؟ اريا، تمام؟ والاريا دي لازم تكون ايه؟ لين. يبقى انا عندي الليكس ووتر في النص وحواليها ايه؟ اللين. طيب بص بقى، احنا قلنا ان السولت ووتر ليكس، بما اننا بنتكلم على السولت ووتر ليكس، في بحيرات يا شباب يكون فيها الووتر بتاعتها سولت ووتر، ميه مالحه، تمام؟ زي ايه بقى يا شباب؟ عندي خلي بالكم في المره دي بناكد الموست اوف ذا ليك فريش ووتر، لكن هنا سم اوف ذا ليك هاف سولت ووتر. في بعض البحيرات عندها المايه بتاعتها سولت ووتر، تمام؟ طيب السولت ووتر زي ايه؟ في يا شباب في جيبوتي في افريقيا، في دي اكزامبل من السولت ووتر ايكو سيستم. طب يا ترى ان ايجيبت؟ ان ايجيبت في المنزله، في ليكس اسمها المنزله، ليك اسمها ماريوت، ليكس ثانيه اسمها برداويل اند ليك ايدوكو. وكل يا شباب الليكس دي موجوده فين؟ في ايجيبت. الحاجه الثانيه بس المهمه قوي ان في جيبوتي الليكس بتاعتها بيكون فيها سام تايبس اوف ذا بكتيريا، سام تايبس اوف ايه؟ بكتيريا. نكمل. طيب هنا هنبدا بقى نتكلم على الفريش ووتر ايكو سيستم. طيب ايه الحاجات الفريش ووتر؟ بصوا اول حاجه في باوند اند ليكس، واحنا خلي بالكم حاجه مهمه جدا ان الووتر اللي موجوده في الليكس اند الباوند ممكن بريزنت ان اول اير، يعني موجوده طول السنه، تمام؟ الحاجه الثانيه some ponds خلي بالكم and lakes يحصلها dry up، وده اللي بيحصل ان كل الووتر في الباوند والليكس يا شباب فين؟ في السمر سيزون بيحصلها evaporated، وكل الووتر اللي موجوده جواه يحصلها ايه؟ evaporated عشان هاي تمبريتشر، تمام؟ وده بيحصل في اني سيزون؟ سمر سيزون. اوكي؟ نكمل. الحاجه الثانيه المهمه قوي، بما ان في اريا وفي ووتر اذا كان بقى في الباوند او في الليك يبقى في انيمال يبقى في بلانت. طب في السمر سيزون ممكن الووتر يحصلها ديكريز تقل، وممكن يحصلها ايه يا شباب؟
دراي اب. طب يا ترى الانيمال والبلانت يعملوا ايه؟ بيعملوا ادابتيشن. فاكرين الادابتيشن؟ بيكيفوا على الوضع الجديد. تمام تمام. طيب ايه بقى يا شباب الاكزامبل بتاع الليكس اللي موجوده عندنا ان ايجيبت؟ في يا شباب ليك ناصر، بحيره ناصر، ليك قارون، بحيره قارون، ليك وادي الريان. كل الليكس دي هي فريش ووتر، ميه عذبه. نكمل. فلوينج ووتر بوديز. هنا في الباوند والليكس الووتر ستيل قاعده ما بتتحركش. تمام. هنا نبدا نتكلم على حاجتين الووتر موف بتتحرك زي الريفرز اند الستريمز، والاثنين دول يا شباب عباره عن سمولينج بوديز. وخلي بالكم حاجه مهمه جدا، الحاجات اللي الووتر اللي موجوده في الفلوينج ووتر بوديز زي الريفر وزي الستريم دي موفينج ووتر، وان الووتر بتتحرك. ماشي. الحاجه بقى الثانيه ان الستريمز اند الريفرز بيحصل بينهم كونكت. تمام. وتديني زي مثلا ايه ليكس بحيرات، بيحصل اوشن اند سي. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن اوقات كتير تلاقوا ان الريفرز الووتر بتاعت الريفرز يحصل انها ميت بتقابل الووتر بتاع الاوشن او السي. تمام. طيب حاجه الثانيه اخر حاجه، بص كده، many different plants and animal leaves in flowing water buds. ان في حيوانات، خلي بالكوا، بلانت بتعيش فين؟ في الووتر شباب بادز، اللي هي مين؟ الريفرز اند الستريم. نكمل؟ نكمل. نوتس. وخلي بالكوا بقى يا شباب حاجه مهمه جدا، استشوري ذا سبيشال تايب اوف اكواتيك ايكوسيستم. فاكرين استشوري اللي احنا قلناها قبل كده في الليسن اللي فات؟ الاستشوري عباره عن ايه؟ دي اريا بتقابل فيها مين؟ الووتر بتاعت الريفر مع الووتر بتاعت السي او الاوشن، فبنسميه ايه؟ استشوري. اوكي. الحاجه الثانيه ان اي استشوري عباره عن ميكستشر، خليط من حاجتين، حاجه مهمه جدا، فريش ووتر اللي ممكن تيجي من ريفر او الستريم مع السولت ووتر اللي موجوده في السي او الاوشن. بمعنى ايه؟ ان الاستشوري اللي هي الحته اللي بتتقابل فيها الفريش ووتر مع السولت ووتر، الاثنين دول بنسميهم ايه؟ استشوري. اوكي. نكمل. هنا بقى اكواتيك ايكو سيستم، ونركز لو سمحت. اول حاجه الباوند، بصوا التايب اوف ذا ووتر. يعني ايه تايب اوف ذا ووتر؟ يا ترى الووتر اللي موجوده هنا فريش ولا سولت؟ طب اه دي باوند، يبقى فريش ووتر. طيب الاكزامبل الحاجه الثانيه، سوري، ووتر موفمنت، حركه الميه. بما اني بتكلم عن الووتر باوند يعني بركه ميه، يعني الووتر ما بتتحركش، فبسميها ستيل ووتر. تمام. هنبدا ناخد سبيشيز leaves in bounds. هناخد ايه الحاجات اللي بتعيش، الانيمال او بلانت اللي بيعيشوا فين؟ في الباوند. اول حاجه الووتر ليليز، فاكرين؟ الاكزامبل الثاني الانسكت، بعد كده سام وورمز such as ليس، بعض الديدان، بعد كده الفروج اند السلمندر. تمام. كل دي اكزامبل يا شباب منين؟ من الانيمال والبلانت اللي بيعيشوا فين يا شباب؟ in bounds. اوكي. نكمل. الحاجه الثانيه، في سؤال جيف ريزون. السؤال جيف ريزون بيقول ايه؟ Some insects lay their eggs in bound. يعني هو ليه يا شباب ان الانسكت بتضع البيت بتاعها يا شباب في الووتر باوندز؟ نركز. بص بقى الاجابه سهله ازاي؟ اقول بيكوز ان الباوندز هاف ستيل ووتر، او ستيل ووتر يعني المايه مش بتتحرك، وبالتالي ان ذي الايجز نوت موف اواي. تمام يا شباب؟ مركزين؟ طب نكمل. هنبدا ناخد حاجه ثانيه اسمها ستريمز. اوكي. بص بقى التايب اوف ذا ووتر، ذي ار فريش ووتر. يعني ايه ذي ار فريش ووتر؟ ميه عذبه. حاجه ثانيه ووتر موفمنت. الووتر موفمنت يعني يا ترى الووتر في الستريم دي بتتحرك ولا لا؟ لا بتتحرك، فبنقول عليها ايه؟ رانينج ووتر. بس خلي بالكم بقى من حاجه مهمه جدا، ان الووتر اللي موجوده في الستريم بتكون كول اند فول فاست. يعني ايه كول؟ بارده، ساقعه شويه، وفي نفس الوقت بتتحرك ايه؟ اسرع. اوكي. طيب هنبدا بقى يا شباب زي ما خدت في الووتر باوند وعرفت ان الليفنج اورجانيزم اللي عايشه فيها، تعالوا ناخد كمان الليفنج اورجانيزمز اللي عايشه فين يا شباب؟ في الستريمز. الستريمز اول حاجه عندي حاجه اسمها موزس، ودي شبه الالجي شويه. فاكرين الالجي بتاعت الترم الاولاني فيرست ترم اللي هي بتعمل ايه؟ they are living organisms makes their ايه؟ food. عندي بقى حاجه ثانيه يا شباب، عندي كات فيش، عندي كراي فيش اند تروت. اوكي. ودي انواع من السبيشيز اللي عايشه فين؟ في الستريم. تمام كده. نكمل. بص بقى الاوشن اند السي،
نبدا نشوف زي ما خدت الباوند وخدت الاستريم هنبدا نشوف التايب اوف ذا ووتر في الاوشن اند السي. اول حاجه في عندي حاجه ان التايب اوف ذا ووتر سولت ووتر، ميه مالحه، ما احنا عندنا اوشن وعندي سي. طيب الحاجه بقى الثانيه الووتر موفمنت، حركه الميه، يا ترى الووتر بتتحرك في السي والاوشن؟ انتوا ايه رايكم يا شباب؟ تمام، ان الووتر بتاعت الاوشن والسي دايما كونتينوس موفينج او كونستانت موفينج، حركه مستمره. تمام، الحاجه الثانيه في شكل بقى ان ذا فورم ويفز، لما تيجي تروح اي سي هتلاقي دايما الووتر بتعمل ويفز، موجات. نكمل. طيب الحاجه بقى الاهم ان الووتر اللي دي بتعمل لنا ويفز، بتعمل كراش انتو ذا شور، يعني بتغطي وتبدا تصدم فين، تخبط فين، في الشط. الحاجه بقى الثانيه السبيشيز بتاعت الليفنج اورجانيزمز، يا ترى ايه الليفنج اورجانيزمز اللي عايشه في السي اند اوشن؟ كلب، تمام، دولفين، ستار فيش، موزس فيش. تمام، وفي على فكره اكزامبل كتير جدا بس دي يعتبر ايه سام تايمز، اوكي، بعض الانواع. نكمل النوتس ونركز بقى لو سمحت. بصوا يا شباب، دايما ان الاوشن والسي دي عباره عن انفايرمنت انكلود ميني سمولر ايكوسيستم، يعني ممكن يتفرع من الاوشن والسي ايكوسيستم صغير شويه. الحاجه الثانيه ان الويند اولسو موف الووتر اند بتاعت الاوشن والسي، وتعمل حاجه مهمه جدا ويفز، يعني الهواء والرياح الشديده بتخلي الميه بتاعه السي والاوشن تعمل ويفز، موجات. طيب الاوشن ووتر سيركليتس اراوند ذا وورلد، يعني دايما ان الميه بتاعه الاوشن بتعمل سيركليت، بتلف حوالين ايه ذا وورلد، وبيسمي يا شباب الاوشن كارنت، تيارات المحيطات. تمام كده، اوكي. طيب بما اننا فهمنا الليسون 4 ده، طب تعالوا كده نبدا ايه، نبدا نحل مع بعض، يلا بينا. Choose the correct answer. Cats and grass are a part of the atmosphere, hydrosphere, biosphere, geosphere. The cats and the grass يعني living organisms، يبقى ايه؟ تمام، biosphere، excellent. Number two. Which of the following is not component of the hydrosphere؟ يعني مين في دول مش تبع الhydrosphere؟ Oceans, rivers, lakes and rock. ها يا شباب، تمام، برافو عليكم، اكسترا روك. نمبر 3 spring follow out from the rock is an example of an interaction between، هنا السبرينج يعني في ووتر، طب يا ترى ده interaction between مين ومين؟ يا ترى هايدوسفير وجيوسفير، هايدوسفير وبايوسفير، ولا بايوسفير وجيوسفير، ولا بايوسفير واتموسفير؟ ها يا شباب ايه رايكم؟ هنا سبرينج ووتر، والووتر يبقى هايدروسفير، وادام جايه من الايرث يبقى ده ايه؟ تمام، هايدروسفير اند جيوسفير، اكسلنت. نمبر 4 الووتر ليليز كان ليف ان، بتعيش فين؟ باوندس سي اند اوشن ولا ديزرت؟ ها يا شباب، تمام، اكسلنت، بتعيش فين؟ في الباوندس. نكمل. Number 5 aquatic ecosystem can be classified، هنا الاكواتيك ecosystem هيتقسم لحاجتين، تمام، نقط سيستم اند نقط سيستم، forest اند desert، savanna وتندرا، grassland ورين فورست، ولا فريش ووتر اند سولت ووتر؟ ها، تمام، فريش ووتر اند سولت ووتر. Number 6 all the characteristics of abyssal zone except، خلي بالكم بقى كل البروبرتس اللي هنقولها دي عباره عن ابيسيال زون، بس يا ترى ايه الحاجه اللي مش موجوده؟ عشان قايل لي كلمه اكسبت ولازم اخلي بالي منها قوي. هل they are very deep area ولا sunlight cannot reach it ولا they are dark area ولا they are shallow area؟ طبعا الاجابه يا مستر ايه؟ they are shallow areas. excellent. تمام؟ نكمل. river and the stream contain not water. while the pond contain not water. يا ترى بقى الريفر سولت وفريش ولا فريش وسولت ولا رانينج وستيل ولا ستيل ورانينج؟ خلي بالكم ده الريفر يعني الووتر موف، يبقى بتتحرك، يبقى الاجابه ايه يا شباب؟ تمام، رانينج، ودايما الباوند الووتر ما بتتحركش، يبقى ستيل. اكسل.
استشاريز هاف ميكستشر اوف نقط اند نقط. يعني الاستشاري ده عباره عن ميكستشر من حاجتين، جراوند ووتر اند رين ووتر، ولا فريش ووتر وسولت ووتر، جراوند ووتر وفريش ووتر، ولا رانينج، ولا رين ووتر اند سولت ووتر. خلي بالك يا شباب، الاستشاري ده عباره عن اريا بتتقابل فيها الووتر بتاعت الريفر مع الووتر بتاعت السي اند اوشن، يبقى الاجابه ايه؟ فريش ووتر اند سولت ووتر. اكسلنت. نمبر 9، سبيس از ا سولت ليك ان ايجيبت. هنا خلي بالك انا عايز الليك بس فيها ووتر سولت. هل يا ترى ليك ناصر، ليك قارون، ليك منزله، ليك وادي الريان؟ خلي بالكم انا عايز هنا ايه؟ سولت ووتر. يبقى الاجابه تمام، ليك المنزله. اكسلنت. نمبر 10، all the following are salt lakes. كل الاكزامبل اللي هنقولها دي عباره عن اكزامبل من سولت ووتر ليك، اكسبت ما عدا ايه؟ ليك اسيال، ليك ناصر، ليك ايديكو، ليك بردويل. انا عايز هنا كل دول سولت ووتر اكسبت تمام ليك ناصر. بحيره ناصر هي اللي فيها ايه؟ فريش ووتر. يلا يا شباب خلاص نشوف، نخش على كويستشن جديد. هنا هنعمل ماتش، لازم اقرا كولوم A وكولوم B. اوكي، اول حاجه في كولوم A شالو اريا اوف ذا اوشن، اباسيال اريا اوف ذا اوشن، موزس دولفين. تمام. كولوم B ريسيف دونت ريسيف السان لايت، كونتين كورال ريفز، ليف ان فريش ووتر، ليف ان ديزرت. طيب تعالوا كده بالراحه، شالو اريا اوف ذا اوشن، ها نختار ايه؟ تمام اكسلنت B. اباسيال اريا اوف ذا اوشن، ها يا شباب نختار ايه؟ تمام اكسلنت A. Don't receive the sunlight. Moses. تمام. Excellent. Live in fresh water. طب الدولفين. الدولفين. Sea. تمام. Live in salt water. Ocean and the sea. Excellent. شوف question جديد. Put right or wrong. ولو سمحتوا نقرا الكويستشن ده بالراحة وما نستعجلش. Number one. Living organisms are a part of geosphere. يعني living organisms ده جزء من geosphere. ايه رأيكم؟ الإجابة ايه؟ Excellent. Wrong. Number two. All of the water on the earth represent hydrosphere. يعني كل الوتر اللي موجود على السفير على الايرث بنسميها hydrosphere. الإجابة right. تمام. Number three. There is no living organisms live in the hydrosphere. أنتوا إيه رأيكم؟ مفيش living organisms تعيش في الhydrosphere؟ الإجابة wrong. Number four. Gases which surround the earth represent the atmosphere. يعني الغازات اللي حوالين اللي حوالين الايرث بنسميها اتموسفير. Right or wrong? تمام. Excellent. Right. Number 5. There is only one type aquatic ecosystem known as salt water ecosystem. يعني انا ما عنديش الا نوع واحد من السولت ايكوسيستم. صح ولا غلط؟ ها يا شباب طبعا الاجابه ايه؟ Wrong. Number 6. The deep area of the ocean that the sunlight cannot reach it called abyssal zone. يعني الاريا اللي ما بتوصلهاش السنلايت بنسميها abyssal zone. الاجابه تمام. Right. Number 7. Some ponds and lakes may dry up in the winter months. يعني في شهور الشتاء ده الميه بتاعت الباوندز اند ليكس يحصلها evaporate تتبخر يعني او dry up تنشف. الاجابه طبعا ايه؟ Wrong. Number 8. The place where two oceans meet is called estuary. يعني two oceans لما يتقابلوا مع بعض خلي بالكم called estuary. يبقى الإجابة تمام wrong. Number 9. Some types of the worms such as leeches. Leeches live at the bottom of the pond. ها يا شباب بتعيش في bottom of the pond. Right or wrong? تمام. Excellent. Right. Number 10. River and stream. Fresh water moving bodies. يعني الريفرز والستريم الاثنين دول fresh water and moving. يبقى الاجابه تمام. Excellent شباب. Right. Okay. Number 11. Some animals live in streams such as catfish, crayfish, and trout. الاجابه تمام. Wrong. Excellent شباب. Right scientific term. هو يديني الجمله وانا اكتب له ايه؟ الكلمه. Number 1. Largest salt water ecosystem. That cover large part of the earth's surface. يبقى الإجابة إيه يا شباب؟ تمام. Excellent. Oceans. Number 2. Area of the ocean which contain coral reefs and intertidal
ذون. هيا شباب اكتبوا الإجابة. تمام. شالو اريا. نمبر 3. The area along the coast that disappear بتختفي at high tide and appear at low tide. بتختفي يا شباب لما يكون في تايد عالي وبتظهر لما يكون في ايه؟ low tide. الانسر intertidal zone. Excellent. Number 4. An area where a river or a stream meet an ocean. انا عندي area فيها river او stream وبتقابل الووتر بتاعت الاوشن. الإجابة شوري. تمام. يلا شباب. Complete the following sentence. Number 1. Rain water is needed for the plant growth. This interaction between the two earth spheres which are, خلي بالكم هنا rain water يبقى في water يبقى ده ايه؟ hydrosphere. تمام. وفي plant يبقى biosphere. Excellent. Number 2. We can classify aquatic ecosystem according to their amount of the salt into not ecosystem and not ecosystem. الإجابة تمام. Fresh water ecosystem and salt water ecosystem. Number 3. Intertidal zone is the area along the ocean between not the tide and not tide. هيا شباب يبقى دي لازم يكون عندي يا إما high يا إما إيه low tide. Excellent. Number 4. A vessel zone in the ocean is a dark area as not cannot reach it. يعني في abyssal zone دي عبارة عن area very dark. وبما انها very dark يبقى ايه اللي ما قدرش يوصلها؟ تمام. sunlight. Excellent. Number 5. According to the water movement, الوتر اللي موجودة في الباوند have streams that have not water compared to streams that have not water. هيا شباب نركز. Excellent. هنا نقول still water and running water. اوكي. انا هنا بقارن بين حركة الووتر اللي موجودة فين؟ في الباوند اند ستريمز. كلب اند ستار فيش اند موسس فيش ليف ان نقط ويتش ار كونسيدر لارجست سولت ووتر ايكوسيستم ان ذا ايرث. خلي بالكم يبقى الاجابة هنا بقى ايه؟ اوشن. اكسلنت. نمبر 7. سام باوند اند ليك دراي اب بتجف او بتنشف ان ذا نقط مانسز. يبقى الاجابة ايه يا شباب؟ summer months. اللي بعدين هنبدا بقى هنا السؤال اللي انتوا ما بتحبوش اللي هو give reason. سؤال بسيط بس على مهلنا. Some ponds and lake may dry up during some months. ليه بتجف في بعض الشهور؟ بصوا. Because when the temperature increases in summer, the water evaporates faster. كل ما كان درجة الحرارة عالية كل ما يحصل عملية evaporation فالمية تتبخر وبالتالي ان الووتر يحصل لها ايه؟ دراي اب. نمبر 2. No green plant can survive in abyssal zone of the ocean. يعني هو بيقول لي ليه ما فيش بلانت موجود في الحته دي؟ تخيلوا ليه؟ اللي احنا خدناه في ايه؟ الترم اللي فات. تمام. Because abyssal zone don't receive sunlight. اصل هي ما بيوصلهاش sunlight. واحنا عارفين ان البلانت عشان يقدر يعمل الفود بتاعه محتاج sunlight. وبالتالي ان which is the important for making the food in the plant. Excellent. Number 3. الموسكيتوس او مش شرط يجيب لي الموسكيتو ممكن يجيب لي اي انسكت. Their eggs in the pond. يعني اللي بيحط الايجز بتاعته in the pond او اللي because in the pond have still water so ان الايجز will not move away. هو الووتر اللي موجوده في الماوند مش بتتحرك فهو كده يضمن ان الايجز بتاعه ايه؟ موجود زي ما هو. تمام؟ What happened? Animals that live in the lake if they dry up. تخيلوا كده لو الانيمال لما تعيش في الباوند حصل ان الووتر الموجوده في الباوند دراي اب نشفت. ايه اللي يحصل؟ They have to هم مضطرين to adapt to the change that happen or they will be die. ممكن في الاخر ان هم ايه؟ يموت. Number 2. The eggs of the frog if it lay it is egg in the river instead of the pond. تخيلوا كده what happened لو انا عندي ان الفروج الايجز بتاعتها شباب اتحطت فين؟ في الريفر مش في الباوند. ايه اللي يحصل لها؟ تمام. ان الايجز will be move away with the running water of the river. تمام يا شباب؟ احنا كده خلصنا lesson 4. ولو عندك اي question اي comment اكتب لي وانا ارد عليك على طول.